معقولة؟ معقولة يا مرو عيد زواجنا وما ساوي لك عيد زواج؟ والله لو بدي اجيب مصاري من تحت الارض من فوق الارض منين ما كان الا ما ساوي لك عيد زواج. عن جد عدنان بتحبني كل هالقد؟ اشهد الله اني بموت فيكي ومستعد ساوي اللي بدك يا، بس المهم انت تكوني مروقة. تعال اقول لك شغلة، يشهد علي يا الله انا بحبك اكثر ما انت بتحبني، بس انت تكون مروق. ما قلتي لي شنو لقيتي لي هاي فكرة عيده؟ مو شغلة بتطير ضمانات العقل؟ بتطير العقل، بس ادعي لربك عدنان ما يرجع صاحبك عيد ويفضح الموضوع. لك يا ستي لبين ما يرجع رفيق عيده بيكون اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب، وهاتي اللي يحسوا الموظفين عيش يا قديش. بس انت الشي اللي عملتيه مع رفقاتك تدرسي شغلة بتمخول العقل. لكان انا كمان بعجبك حتى تعرف انه انا مستعدة اعمل اي شي مشان ما تمرق هالمناسبة بدون ما تحتفل فيها. بس شلون ما حدا من جيرانك كشف موضوع تزوير هذا الورق؟ مساكين انعم على قلبهم، كانوا ما عم يتطلقوا الا على الورقه يلي انفتحت قدامهم. طيب هي جارتك الكركمه وفاء ما حسيت؟ مع انه يعني فتحها هي ما بمروا عليها شيء. يعجب لي سيرتها بنوب، يبعث لها حمى الهي، شكت فيه من اول ما شافت اسمي بالورقه. معليش خليها تشك مثل ما شك راسها وقت كانت رايحه بدها تجيب صحصح المسبحه. تعرف يخرب بيتها بكل وقاحه، بعد ما راحت على بيتها ردت رجعت مشان تتاكد. اكيد مشان تنبش الوراق البقيانه. هي هيك كان فكره، بس انا طلعت اقوى منها خبيت الوراق دغري. يشهد الله اني بحبك، بس ما قلتي لي ليش رجعت؟ هي عنين عدنان ملاحظ انه نحن بنضل بسيره وفاء، ان كنا قاعدين ولا ان كنا قايمين، ان كنا عم ناكل ولا ان كنا عم نشرب، قلنا من سيرتها بقى خلينا نغير السيره. بحبك، يشهد الله اني بحبك. وانا كمان بحبك. آخ هو الأسب ينتسى. حبيبتي للوش بدي أسألك، أنت بشو حاسة بهاللحظة؟ ها بهاللحظة بالذات حاسة ماني مصدق أنه نحن عم نحتفل هيك احتفال. ولسه ما شفت شي. غمضي عيونك لقليك. يو ليش بقى غمضي وليه؟ فتح يا عيني شو حلو، الله يخلي لي اياك يا ابن عمي. بس ليش معذب حالك وجايبه؟ لا معذب حالي ولا شيء، انت بالنسبه لك بتستاهلي سبايك دام مو خاتي. بتعرف عدنان اذا شافته جارتنا وفاء بدها تطق من غيرتها، تغار وتنطح راسها بالحيط كمان وتعمل شو بدي اسوي لها انا؟ ليش هي بتعرف انه اليوم عيد زواجنا؟ قلت لها عم تغير لون وشها ومدري شو صار لها. أكيد جوزها هو مو وقت ما تجوزها لهلأ ما عمل لها عيد زواج، ومن يوم اللي تزوجها لهلأ عمين عن الساعة اللي تزوجها فيها. عدنان عيونه عدنان، هلأ كل اللي قاعدين هون بالمطعم عم يحتفلوا مثلنا بالمناسبة. لك بس أنا اللي مخولني واللي يعني رح يطقلي علي، انه شلون كل الناس هدول مدبرين حالهم وجايين قاعدين بهيك مطاعم؟ اكيد بيكونوا عملوا مثل ما نحن عملنا. ويمكن اكثر. عدنان شوف شوف هديك المره كيف عم تلقم جوزها. لكن شو بدنا فيه؟ ان شاء الله ياكل سم هو وياها، خلينا بحالنا. المهم قولي لي الخاتم عجبك؟ عجبني كثير، عن جد عدنان شوف شوف شلون عم تلقمه وهو عم يلقمها، امانه كرمالي تتطلع. عدنان شبك عم تولوي؟ بعدين ليش هيك تغير لونك شبك؟ أوام لينا أوام، لفيها للأمك ليه بسرعة، خلينا نقوم نمشي قبل ما ننفضح. ننفضح؟ ننفضح؟ أكيد أنت بتعرف للمرأة اللي قاعدة هونيك. أنت صادقة، بعرف الرجال اللي قاعد معه. ها دخلك؟ ومين بيكون هذا الرجال اللي قاعد معه حتى انقلبت هيك فوقاني تحتاني؟ لك هذا عيده اللي عم ناكل ونمرح ونترح على حسابه. انت الثاني، هلا شلون بده يعرف انه نحن عم ناكل على حسابه؟ قصدي انه انت لميت لمية عيد زواجنا على حسابه. ايه قولتك، بس انا يعني ما بعرف مدري ليش هيك ضميري عم يأنبني، كأنه ضميري قاعد على الأنبة لأنه اليوم كذبت على رفقاتي. ولا يهمك طنش، يشهد الله يشهد الله اني بحبك.
ما بقدر ما بقدر عم قلي خلينا نقوم نروح نقعد مطعم تاني مثل ما عم قلك بتساوي غرسون مور استاذ لو سمحت بدي الحساب الحساب مدفوع مدفوع استاذ عيد اصر انه يدفع الحساب